اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ميرانو في 6:30 مساء اليوم على الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية استعدادا لملاقات نادي فاركو غدا الأحد في 7 مساء على استاد الإسماعيلية في بطولة الدوري. وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال، أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة على بناء الهجمة وإنهاء الهجمات على المرمى. كما اشتمل المران على تدريبات على الضربات الثابتة وتدريبات خاصة للمدافعين على كيفية التعامل مع هجمات المنافسين. واختتم المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب، وفي ذات السياق خاض الثنائي عماد حمدي وأحمد وجيه تدريبات إضافية بدنية بالكرة مع أحمد سامح مدرب الأحمال، بينما خاض الرباعي حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى. وشهد المران حضور عماد سليمان المشرف العام على الكرة وإسماعيل حفني نجم الفريق السابق.